طيب احنا طبعا لم نطلع على الحكم في شكله النهائي واسبابه، لكن زي ما حضرتك قلت وزي الناس كلها قريته وسمعته انه محكمه القضاء الاداري، واحنا طبعا اكيد ما بنناقش احكام، اصدرت حكم بقبول الدعوه. الدعوه مرفوعه بتتكلم عن عدم قانونيه تشغيل السيارات الملاكي في مجال عمل تجاري وبالاضرار بشركات سيارات التاكسي الأجرة اللي هي منظمة من قبل الدولة. أي. وبالتالي احنا محتاجين ننتظر بس شوية نشوف قرار المحكمة وأسباب الحكم طلع عاملة ازاي. لكن خلينا نتكلم في الموضوع مش في الحكم. فرصة انه في موضوع مثار وهيحصل عليه حوار كتير قوي الفترة اللي فاتت نتيجة أسباب كتيرة حضرتك قلت منها بعضها. صحيح. السؤال، الخدمة التي قدمت للمواطن المصري هل هو محتاجها؟ قولا واحدا اه. موضوع مهم جدا، هذه الشركات قدمت خدمات السوق المصري في حاجة إليها. صحيح. لكن كمان هذه الشركات بتخالف بعض مواد القانون، مش قانون واحد، مجموعة من القوانين. لا اشرحها لي. وأنا كنت عضو. اتفضل يا فندم. اشرحها لي دي. يعني احنا استعمال السيارات الملاكي بيستعمل في عمل تجاري وهذا مخالف. تمام. القانون المحليات اي يعني هي أكبر. الفكره معلش يعني خدني كده على قد عقلي، هل الفكره باللوحه اللي محطوطه ولا الفكره النهارده انك انت كجهه تنظيميه في حد المفروض انك انت تتكلم معاه علشان تاخد حقك؟ يعني اللي انا فاهمه ان الحكومه النهارده في حاجتين، نمره واحد هي امام دور تنظيمي لعمل ما، نمرة اتنين لازم حق الدولة اللي هو حقنا كلنا يعود علينا، بمعنى الضرائب والرسوم اللي المفروض تدفع. مش في شركة بيبقوا السواقين دول تابعين ليها اللي هي في المقابل بتتعامل مع الجهات الحكومية، ولا هو كل سواق بيسمي نفسه أوبر وكريم وبيتعامل من نفسه وما بيدفعش اللي عليه؟ ده كلام يعني حضرتك دخلت بقى جوه الموضوع قوي. موضوع ان في سواق تابع لشركه، لا مفيش سواق تابع لشركه، لان احنا نعلم انه بعض العمليات بتتم عن طريق مكاتب وسيطه، ده ما يطلق عليها مكاتب ايجار السيارات، بتتفق مع السائقين على ضوابط معينه وضعتها الشركه اللي بتقوم بالعمليه التشغيليه، وبتستمر العلاقه ما بين السائق ومكتب الايجار. حاليا بعض هذه الشركات بتعمل ما يطلق عليه تعاقد مباشر، لكن في النهايه هذه السيارة بتستعمل في عمل تجاري، العمل التجاري ده له ضوابط في الدولة. خلينا نتفق على حاجة مهمة. وأنا هنا بتكلم بصفتي رئيس لجنة نقل الركاب في جامعة شرم. أيوه. قطاع نقل الركاب كله محتاج تنظيم. لأن إحنا ما عندناش ريجيليتر منظم بيقوم بعملية تنظيم هذه العلاقة.